ان شاء الله الاهلي هيكسب باذن الله 2-0 3. الزمالك ان شاء الله هيكسب ان شاء الله 3-2. يعني الاهلي يعني كويس يعني واخد باله من اللعب ومن اللياقه بتاعته وكده يعني، وان شاء الله يعني روحه حاضره وهيكسب يعني باذن الله. ماتش الاهلي والزمالك عموما ملوش توقعات، بس انا كاهلاوي اتمنى ان الاهلي يكسب، بس هو ماتش الاهلي والزمالك ملوش توقعات. ايوه الاهلي هيكسب وهيكسب ب2-1 باذن الله ان شاء الله خير يعني الزمالك يعني. فباذن الله الاهلي اللي هيكسب لان الاهلي فريق عظيم يعني. طبعا زي ما معروف طبعا الاهلي فوق الجميع، وطبعا معروفه ان شاء الله بامر الله بعونك انت يا رب الاهلي طبعا 3-1 ان شاء الله بامر الله تعالى. طبعا يعني الزمالك ما فيهاش جدال يعني، اتوقع ان هو الاهلي هيكسب الزمالك وان شاء الله هيبقى ماتش كويس جدا جدا جدا.